هيستفادوا مننا طبعا في تجربة حياة كريمة، أكيد إحنا كمان هنستفيد، أو لأي مدى إحنا شبابنا المتطوع في حياة كريمة هنقدر إن إحنا نستفيد من هذه التجارب. دي حقيقة. خليني برضو أوضح لك، كان في الورشة كانت على جلستين. الجلسة الأولى كانت بحضور السيدة الوزيرة نبيلة مكرم، واستعرضت بصراحة، يعني هو خليني أقول لك الموضوع كان مؤثر جدا 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 ليا أنا شخصيا، يعني أكاد إن أنا كنت دمعت من العرض اللي حصل والمشاركات الدولية الأجنبية من المصريين الكنديين والمصريين الأمريكيين والجهود اللي قامت بها الدولة من خلال الوزيرة نبيلة مكرم على ان هم يشتغلوا لتسويق مشروع حياة كريمة، وايضا التفاعل مع اهالينا في الخارج. خليني اقول لك الكلام كان مؤثر جدا. الشباب الصغير اللي كانوا اعمارهم تتراوح من 16 17 18 هم اللي كانوا بيتكلموا ازاي ان هم قدروا يقعدوا مع بعض يعملوا برين ستورمنج عشان يطلعوا افكار تسويقيه علشان يدعموا بيها المشروع، وكانوا دايما بيتكلموا عن ان ده مشروع عائلتنا في مصر. فده بالحقيقه كان جزء مؤثر جدا جدا جدا، ويخص طبعا هويتنا المصريه ان هي موجوده طبعا في اي مكان. دي كانت الجلسه الاولى. الجلسه الثانيه احنا شاركنا فيها طبعا النائب هيثم الشيخ، هو نائب محافظ الدقهلية وايضا عضو مجلس امناء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين. احنا شاركنا كتنسيقية في الجلسة الثانية، عرض اهم التحديات، عرض بشكل واسع المشروع حياة كريمة، وعرض ايضا كمثال عنده ونموذج في محافظة الدقهلية ايه التحديات اللي بيقابلوها وايه التطوير اللي حصل وباعداد القرى المشاركه وما الى ذلك. وكان عندنا طبعا شويه توصيات كتنسيقيه شباب احزاب وسياسيين، ممكن اعرض لك بعض منها، ولكن هي عده اسهامات محليه ودوليه لتحسين طبعا حياه الريف المصري، وهي اسهامات لتحسين المشروع محليا، وايضا إشراك الوفود الأجنبية دوليا. خليني أستعرض لحضرتك أهم النقاط فيها. كانت التوصيات بتتكلم عن طبعا المحور الأول كان يخص طاقات الشباب، فإحنا كتنسيقية كنا بنقول أنه يجب الاستعانة بشباب الأحزاب والجمعيات الأهلية، ونعمل زي توحيد لجهود العمل الأهلي تحت مظلة واحدة، وعلشان نبدأ معركة الوعي للمستفيدين من حياة كريمة، نبدأ نوعي أهالينا بضرورة الحفاظ على البيئة والمنشآت وحمايتها من التلف والتشويه، وأيضا نعمل عامل تحفيزي للمستفيدين من حياة كريمة ونقول لهم إن في مسابقة سنوية بين قرى حياة كريمة، ونكرم القرية الأكثر حفاظا على مكتسبات المبادرة. أيضا كان في محور ثاني اللي هو البعد المجتمعي للتنمية المستدامة، فكنا بنقول انه يجب دعم جهود المنتجات الخاصه لاصحاب الحرف والمنتجات اليدويه والمشروعات البسيطه والمتوسطه، وان ده طبعا في اطار جهود التمكين الاقتصادي لاهالي قرى حياه كريمه. في المحور الخاص باشراك او المحور الدولي بالنسبه لنا كتنسيقيه شباب احزاب وسياسيين، كان عندنا افكار ان احنا نعمل على اعداد برنامج تعريفي لشباب الوافدين للجامعات المصريه اللي هم الاجانب باهداف المبادره، ونقدم لهم الدعوه ان هم يحضروا ورش عمل دعم المبادره حياه كريمه، وننسق مع سفارات الدول المختلفه لعقد ورش عمل مع الشباب الجاليات، ونعرفهم ايه هي المبادره ونتبادل معهم الخبرات، لانه هيكون مفيد على الجانبين، على الجانب المصري ان احنا نتبادل معاهم الخبرات. كل دول جايين من خلفية برضو تنموية أخرى، فإحنا نتبادل معهم الخبرات. أيضا كان عندنا مقترح أنه بما أننا دولة أفريقية يعني منوطين بشكل أساسي بالملف الإفريقي، أنه يتم تشكيل هيئة للشباب الإفريقي، شباب أفريقيا نحو حياة كريمة، وتتولى نقل التجربة المصرية إلى أفريقيا. وأيضا ندعو المؤسسات الدولية المعنية والسفراء
ومسؤولي دولة القارة الأفريقية اللي جولات طبعا على الأرض، جولات حية داخل قرى حياة كريمة، عشان يقدروا يشوفوا بعينهم إنجازات المبادرة في القرى المختلفة ونعد أفلام. ونتائج الحياة كانت سريعة جدا على أرض الواقع يعني. بالضبط كده، احنا أيضا نقدر نعد أفلام تسجيلية عن كل قرية قبل وبعد المبادرات، ونعمل ده بلغات مختلفة، ونصور الفيديوهات دي بتحكي مسار عمل حياة كريمة مترجمة بعدة لغات، وأيضا نضع زي كده فورم بكل اللغات للمتطوعين حياة كريمة. بشكر حضرتك على وجودك معنا، المهندسة هالة عبادة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.